بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، سواء الأسئلة المسموعة أو المكتوبة. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإن ترد إلى أن ترد الأسئلة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. الله يبارك فيك، اتفضل. أنا في على بالي مثل الفتاوى، في معي صديق توفى ووالدته وعمه في حادث. الله يرحمهم رحمة المساء. ازاي اعزيه؟ ها؟ اعزيه، ازاي اعزيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فاصبر واحتسب. ها؟ لو ممكن طلب، تفضل. من حضراتكم، يعني لو أمكن في الوقت الفراغ، يعني حضرتك تتكلم ولا أتكلم عن وقتي. إن شاء الله بإذنك يا رب، إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء في الله. أي وقت يعني أكلمك. في الليل إن شاء الله، الساعة 11 ولا حاجة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. يا شيخ عايز اسألك سؤالين. تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. أول سؤال، أنا اشتريت قطعة أرض من 3 سنين. وبعد؟ وبعد ال3 سنين طبعا كنت شايلها للتجارة، بنيت التجارة. وبعد بنيت التجارة الأرض بعد ظروف الكورونا دي خسرت. يعني كنت شاريها ب 150، ودلوقتي يا شيخ يعني جايب 140 130، يعني خسرت ظروف الكورونا هذه. عليها زكاة. عليها زكاة. نعم. طيب كم زكاتها يا شيخ؟ 2.5%. كم؟ 2.5%. 2.5%، يعني على السنة كم يا شيخ؟ مثلا ممكن على السنة كم؟ ها؟ الـ1025. طب تمام تمام يا شيخ. طيب السؤال الثاني، أنا عليا كفارة يمين. تمام يا شيخنا؟ وبعدين؟ ولازم أقطع الطعام عليا 10 مساكين. ها؟ طعام ال 10 مساكين يا شيخ، لازم يكون 10 ولا ممكن يعني 10 مساكين كما قال الله تعالى 10 مساكين. طيب فيني أطعم خمسة يوم وهم نفس الخمسة ثاني يوم مثلا؟ لا، خمسة آخرين. خمسة آخرين، يعني 10 يا شيخ. ثالث مرة جاوبك خلاص، ما هو ربنا قال 10. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. الأخت تسأل عن مواطن رفع اليدين في الصلاة. في 3 مواطن لرفع اليدين في الصلاة، والرابع مختلف فيه. الموطن الأول تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني الهوي للركوع، الموطن الثالث القيام من الركوع. الموطن الرابع الذي أثبته بعض الصحابة ونفاه آخرون وكل ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القيام من التشهد الأوسط. هل في رفع أو ليس في رفع؟ رواية أثبتت ورواية نفت، فيفعل أحيانا ويترك أحيانا، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. والله إحدى سيدات نساء الجنة. معلش مش حضرتك شيخ، معلش. هذه إحدى سيدات نساء أهل الجنة، آسيا امرأة فرعون. طيب يعني يجوز إن شاء الله. نعم. شكرا شيخ فضل. الله يسلمك. هي بتاخد بخاخة أكسجين وجلسات تنفس صناعي. ده بالسؤال. خلاص. تقول تحتاج أثناء تقولنا تشعر بسائل يدخل جوفها عند استخدام البخاخ. نعم، هكذا قال الأطباء، إن هناك
رذاذ وسائل يدخل في الجوف، إذا كان كذلك فهو يفطر. ولكن إن كانت لا تستطيع مطلقا لا الآن ولا بعد الآن الصيام إلا بذلك، صامت واحتياطا أطعمت من كان كل يوم مسكينا، وإلا فليس بواجب الإطعام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا لو سمحت كان عندي قطعة أرض بعتها ب 500 ألف، نعم. وعندي 2 بنات، جوزت واحدة منهم بجزء من المبلغ وبصرف من المبلغ أكل وشرب، وبعند البنت التانية بجهز من المبلغ باقي 180 ألف، أشتري لها جهازها من 180 ألف. هو عدى عليهم سنة دلوقتي، يعني باخد منهم وبحط عليهم عليهم زكاة. علي زكاة. نعم. طيب شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. ما صحة حديث إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة؟ حديث ثابت صحيح. خلاص أقول، كانت أخت جابت أجهزة لجهازها تمنها كاش 70,000 جنيه، واشتروها قسط 90,000. دلوقتي عاوزة تكتب القايمة بتاعت ال كما على الذي يتفقان عليه، على الذي يتفقان عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم تقليد أحد ها؟ ما حكم تقليد أحد الأئمة الأربعة؟ والله ما أمرنا الله بتقليد بشر إلا الرسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال تعالى في شأن الرسل الكرام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أما واحد بعينه أمرنا الله أن نقلده غير الرسل؟ لا، لكن في سبيل عام للمؤمنين نسير في السبيل العام للمؤمنين، اتبع سبيل من أناب إلي. بارك الله فيك وإياك. بنت أختي زوجها قال لها: أنت طالق وده من 3 شهور وللحيض الثالثة انتهت، إيه اللي المفروض يكون بعد كده؟ هل تطلب طلاق رسمي ولا تفضل ولا تفضل كده؟ قال لها: أنت طالق وده من 3 شهور الحيضة الثالثة انتهت. الحيضة الثالثة انتهت، طيب ليست زوجته الآن، هي ليست زوجة له الآن. فإذا كانت تطليقة يعني أولى أو ثانية وحبت ترجع إليه بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها، وإلا إذا رفضت لها أن ترفض لأنها ليست بزوجة. وأيضا إذا كانت التطليقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. نعم 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 قاعد كده. يعني أنت اعتزلت الإمامة؟ أيوة اعتزلت الإمامة. يعني ما سبب اعتزالك للإمامة؟ يعني عفوا، يعني اعتزلت عن الإمامة خوفا على نفسك من أن يقال أو من أن ترائي رياء؟
لا تفعل، لا، ما كان من الأسباب. هذا من عمل الشيطان. أم الناس، فأهل أهل الإيمان يقولون وجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم. أهل الإيمان يقولون وجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم. أثناء عمل تنفس صناعي لأمي عن طريق الفم دخل بعض ريقها في فمه، فبعد وقت لفظه وتمضمض، هل أفطر؟ يعني بلع ريقها، بلع ريقها، بلع شيء خارج الجسم يفطر. السلام عليكم. تفضل. بارك الله فيك شيخنا وزادك علما. وإياكم. الله يخليك شيخنا، معاك عبد الله بن محمود من اسكندريه. تفضل. بارك الله. شيخنا، ما حكم من قرآن المغرب الذي يقرأ في رمضان قبل أذان المغرب؟ الأمر فيه سعة. على عهد الرسول طبعا لم يكن موجود، ولم تكن الإذاعات برمتها موجودة، لكن يعني لكن إن كانت الإذاعات المصرية رأت ذلك، ما في عندها مشكلة، يعني يجيبوا أغاني مثلا ولا يعملوا إيه، ولا يقفلوا الإذاعة. الله يفرج كربنا وكربك يا رب. ابتعد عن العمل في شركات التأمين قدر جهدك واستطاعتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل جزاك الله خير، أجد مشقة أحيانا في التخلص من بعض قطرات البول، يعني بعض قطرات البول بعد الحمام أجد مشقة في التخلص منها. لا تدخل الحمام إلا بعد الصلاة، توضأ بدون دخول الحمام، وبعد الصلاة ادخل الحمام كما تشاء، أو قدم دخول الحمام بزمن عن الصلاة، وإذا نزلت قطرة أعد الوضوء ثانية. لو سمحت يا شيخنا، إذا كان كنت دخلت صليت بالناس إمام بسبب هذا المشكلة، يعني هل فيها مشكلة؟ يعني صليت إيه؟ عفوا، صليت بالناس إماما، يعني أحيانا أصلي بالناس إمام. وأنت غير متوضئ؟ لا، وأنا متوضئ، ولكن يعني يوجد الوساوس بسبب هذه قطرات البول، بسبب قطرات البول دي. خلاص خلي غيرك يصلي به ما دام توسوس. السلام عليكم. شغال وسيط بأراضي بالمدن الجديدة، شاريين بالقسط من هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن تأخروا عن سؤال مختصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ماشي. هو أنا لو مشغلة فلوس ودي حد يشغل لي فلوس، تمام؟ هل بخرج حال علينا الحول، أخرج علينا الزكاة على الفلوس كلها ولا على الفلوس والربح؟ على الفلوس والربح. طيب يا شيخ، طب لو الفلوس ما زالت شغالة وأنا مش عارفة الربح بتاعها تاني، يعني لو الفلوس ما زالت شغالة، بالتقريب. يعني نسأل صاحب رجل الشغل فلوس ولا بالتقريب. طيب يا شيخ، معلش سؤال تاني، الله يبارك لك. لو واحد ليه دخل ثابت يا شيخ، مثلا وليكن كل شهر 5000 جنيه وبيوفر مليون 20 جنيه كل شهر، تمام؟ مش عارف يطلع الزكاة ازاي، هل عليه زكاة؟ لما لهمش إلا إذا اجتمع مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول. طيب اجتمع، فرضا ان اجتمع المبلغ الان بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقبل ان يخرج زكاته بشهر واحد اداله مبلغ 20000 جنيه، هل يضم هذا المبلغ الى المبلغ اللي معاه يزكي عن الجنيه، ولا ينتظر الى ان يعني ياتي الحول على ال20 الذي اتته؟ إذا كانت ال20 متولدة من المبلغ الأصلي تزكى مع المبلغ الأصلي، إذا كانت دخيلة من باب جديد، دخيلة من باب جديد لا زكاة عليه إلا بعد سنة. رجل تعمد جعل امرأة تسقط جنابا، ضربها في بطنها ضربات متتالية، قد نفخت الروح في الجنين، هل يقتل الرجل بالجنين؟ لا،
عليه الغرة، العبد والأمة، العبد أو الأمة، يعني غرة عبد أو غرة أمة. الغرة نصف عشر الدية، إذا قلنا مثلا الدية 400,000، مثلا عشرها 40,000، نصف عشر الدية 20,000. وإذا حصل المرأة ضرر آخر يتحمل الضرر الآخر. يا شيخ لو سمحت معلش سؤال آخر يا شيخ، الخط فتح من غير ما أكمل. لازم مش لازم تكملي يعني، هو لازم تكملي، احنا عايزين في غيرك عايز يسأل. طيب معلش يا شيخ آخر سؤال إن شاء الله. ها. لو أنا يا شيخ معايا مبلغ وحال عليه الفلوس، بس أنا يعني أنا هأخرج الزكاة في شهر 6 اللي إحنا فيه ده، طيب حال عليه الفلوس وأنا عليا دين مسددة في شهر 7، هل يخصم الدين اللي عليا ده من الفلوس اللي لا معايا كلها؟ لا، ما دام معاك لا. نعم؟ دي نتيجة ايه؟ شراء شيء ولا نتيجة ديون تجارة ولا ايه؟ لا ديون شراء شيء، شراء قطعة أرض عليا في شهر لا 7، لا لا لا، وأنا بطلع في شهر 6. زكي الزكاة، اخرجي الزكاة. يعني أخرج الزكاة من غير ما أخرج مقدار الدين، نعم أنا أخرج مقدار الدين. نعم، إلا إذا كنت، إلا إذا كنت تاجرة يعني. موقع يقول إنه يقوم بتوزيع الصدقات في العشر الأواخر بقصد موافقة الصدقة لليلة القدر، ويأخذون عمولة، فما رأيكم في موافقة هذا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ موقع يقول إنه يقوم بتوزيع الصدقات على العشر الأواخر بقصد موافقة الصدقة لليلة القدر، يأخذون عمولة. عمولة ايه؟ مش فاهم عمولة، كيف ياخذ عمولة؟ يعني لا ننصحك بهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اقول لحضرتك إيه، ان انا غمض عيني في وقت الصلاة ببقى مركزة اكتر. تغميض العين في الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لم يرد ان النبي كان يغمض العينين في الصلاة. انتبهي. حتى لو كان التركيز أكثر، لو كان أكثر أو أقل خير الهدي هدي محمد. تمام شكرا. تمام تمام النص أسئلة يا عبد الرحمن. قراءة السورة بعد الفتحة في الصلاة يجب مراعاة ترتيب المصحف، الأفضل وليس بواجب. في واحد جنبنا لم يدخل المسجد قط وتوفي في رمضان وليلة الجمعة، ورى الناس في منطقتنا مفتونين ويقولون انه كان لا يؤذي احدا، فما تفسير هذا؟ وهذا نفسه اشد الاذى بعدم صلاته في المسجد، بعدم صلاته في اشراط الساعة، حتى يقال للرجل ما اجلده وما اظرفه وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وحديث من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر أو ليلة الجمعة لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. اسأل سؤالك. بئس العمل. هو بيصور بكاميرا الفيديو في الفرح. بئس العمل. مرحبا بك يا شيخ محمد أبي عسكرية، وفقك الله وزادك الله برا ووفاء، شكر الله لك، ولو زرتنا لكنت سعداء في أي صلاة معتكف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شيخنا سؤال بس، انا كان جيت كنت عايز اسس شركه نوع معين من الشركه، وكان الشركه اللي هتاسس لي الشركه دي قال لي لازم يبقى معاك شريك فيها، فحد قال لي لو هو مش هيشتغل ولا اي حاجه. فانا جبت واحد صاحبي قلت له ان انا هاسس الشركه والكلام ده كله، وانا اللي متكفل بكل حاجه، يعني انا اللي دافع راس مال الشركه، انا مش اكتر
يعني عفوا، والشركة لا تقام إلا به؟ لا، مش لا تقام إلا بها، ده أي حد خالص يعني، لازم يكون هي شركة من الاثنين يعني، أقل حاجة يكون فردين فيها مش فرد يعني اسم واحد. الشركة لازم مساحة، لازم يكون من شروط اثنين. فأنت أتيت بواحد صوري بنسبة 1% مثلا، أقل كمان من 1%. وبعدين ما السؤال؟ لو الشركة ده في الأول ما اشتغلتش، بس لو اشتغلت هل يبقى هو دي نسبة مع إن هو ما دفعش أي حاجة فيها خالص؟ على ما اتفقتم عليه. طب إذا جاء عليه غرامات هيغرم أو لا يغرم؟ لا مش هيغرم، أنا برضو اللي متكفل بكل حاجة وأنا اللي أعمل كل حاجة. طب الضرايب؟ كل أنا اللي بعمله يعني، أي حاجة من حتة أنا اللي متكفل بيها، وهو لا يوجد أي حاجة غير إن هو بس اسمي موجود طب هناك. أنت استفدت منه أم لم تستفد؟ لا لسه ما استفدناش منه. لا لا أنا يعني اتكلم استفدت من كده لحد الشركة، ما عفوا عفوا، استفدت من الشركة ولم استفدت من وجوده لإنشاء الشركة أم لم تستفد؟ يا حبيبي صلى على رسول الله، أنا ما الذي استفدت منك حتى تأخذ مني صورة بطاقتي؟ أنت اللي استفدت مني أو أنا استفدت منك؟ طيب تأسيس الشركة دي له مقابل. ايوه تأسيس الشركة. هو ما خدش مني مقابل ولا اي حاجه ولا اي حاجه تاني، اللي غير قال انا سؤالي بس لو حصل يعني لو حصل بس يعني. اصبر يا حبيبي، الشركات لها اصول على حسب العقود التي وقعت عليها معه، بس هذا النظام. ما احنا العقد اللي ما بيننا ان هو مش اكتر وما بينش غير في نسبه اقل من العقود المتفق عليها والاعراف السائده هي تحكمكم، والسلام عليكم. مرحبا بك يا أبا أحمد، وأهلا وسهلا، وبارك الله فيك وأهلك وذريتك، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا بارك الله فيك وفيك، تفضل. أوكي، أعمل بدولة أجنبية كسواق أتوبيس للنقل العام، وطبعا هم زي الجيش ما أقدرش أنزل وأسيب الأتوبيس في أي مكان، بلتزم بمواعيد. فهل أصلي وأنا سايق الحافلة ولا أصلي أبدأ أصلي بعد الوقت هل يمكنك أن تجمع؟ ممكن أجمع. ممكن تجمع. الجمع أولى لك من صلاة الفريضة على الدابة، لك أن تصلي النافلة على الدابة لا بأس، لكن الفريضة ما دام بإمكانك الجمع اجمع. بارك الله فيك وفيك الله وإياك وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك، جزاك الله خيرا. وإياكم. أنا عندي أخ ليا يعني مقصر في الصلاة شوية يعني. أيوه. هو أنا كان في الأزهر، في ثانوي الأزهر، وكان بيحفظ القرآن وأنا كنت بحفظه، بس هو يتكاسل شوية يعني، فأنا عاوز كلمة حضرتك وأنا قاعد جنبي بسمع حضرتك. يتكاسل في الصلاة؟ لا عنده 18 سنة. عفوا، التكاسل حتى يخرج وقتها ولا يصليها، أو ما صورة التكاسل؟ نعم، حتى يخرج وقتها ولا يصلي، أن يصلي بعض الصلوات ويترك بعض. أيوة، اسمح لي واجعله ينتبه لنفسه، لأن الكلام يعنيه، والكلام ليس كلام أبي ولا كلام من رئيس ولا كلام الملك، كلام الله. يقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من الذي قال ذلك؟ الله. فالويل قيل فيه قولان: واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، والثاني وعيد شديد وتهديد أكيد بالعذاب. للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها، فهذا متواعد بالويل من الله. والله لا يتحمل جهنم لحظة، انتبه له ولينتبه لنفسه. وفي التوصيف أن تارك الصلاة مجرم. الله قال في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وفي الحديث عن رسول الله: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
وفي الحديث الآخر الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. يعني تخيل أنك راجع من عملك قالوا لك شب حريق في بيتك، أبوك مات، أمك ماتت، زوجتك ماتت، أولادك كلهم ماتوا، فلوسك كلها احترقت. فاللي يؤخر صلاة العصر أو يتركها هذا مصير شيء من تقريب الدنيوي، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالأخ اللي جنبك ليس برشيد وليس بسديد ولا يعرف ما يضره وما لا ينفعه. هو إذا نجح في الثانوية يفضلها على الصلاة وعلى الكتاب العزيز، والله ما ينفعه كل ما جمع في الدنيا. انتبه لنفسك وله لا تجامله أبدا، خدعه ينتبه لنفسه، فإن ربك لبالمرصاد، وإن ترك معافا الآن في بدنه وفي صحته وفي ماله، لكن إن بطش ربك لشديد، انتبه أنت وهو. السلام عليكم. وعليكم. رجل قبل امرأة أجنبية، هل يتم صومه؟ يتم صومه ويستغفر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بارك الله فيك ونفع بكم وأطال الله في عمرك. في طاعة الله جميعا وإياك. آمين يا رب. شيخنا، أنا مشتري وحدة إدارية في أحد الأبراج في الإسكندرية. طبعا زي ما حضرتك عارف هم بياخدوا وديعة صيانة، فبيحطوا الوديعة دي في بعض البنوك عشان يصرفوا منها على العقار. فهم مسكوني رئيس للاتحاد، فأنا اشترطت عليهم وقلت لهم أنا عشان أمسك رئيس الاتحاد يشترط أن أحطها كوديعة في مصرف إسلامي. فرقت ما فرقت ما يعني المصرف إسلامي كغير الإسلامي كله سواء. يعني خلاص إذا قلت أنا مضطر أفضل لك من هذا الكلام كله. لأن هذه صورة اضطرارية، الذي يشتري شقة فيما اسمه الكومباوندات يلزمونه بدفع مبلغ، يوضع هذا المبلغ في البنك على أن يأخذوا ريع هذا المبلغ، على أن يأخذوا ريع هذا المبلغ وينفقونه على صيانة هذا المبنى. يأخذون الفوائد الربوية ينفقونها على صيانتها، مضطرين إليها بس. طب هل أنا علي وزر أنا كرئيس؟ والله ما ليس أنت مجبر، ليس بمختار. هل أنا أرفع يدي أصلا يعني أشيل؟ لو رفعت يدك هل ستدفع فلوس مقابل شقتك او لن تدفع؟ لا لازم ادفع طبعا. أنا لازم ادفع. هي نعم. السلام عليكم. 3 كيلو قمح تقريبا. احلال السيارات فيه ربا، لانك لابد ان تقدم طلبا للبنك تاخذ الثمن الذي ستشتري به السياره. السلام عليكم. الحمد لله. بعد كده حضرتك كنت عايز استفسر بس في كلام حضرتك عن تاريخ الصلاه، عن اخر الصلاه عن حد، هل يدخل في ذلك يعني ان بيبقى مثلا جاي من شغل نايم، او مثلا بيحصل ان احنا مثلا بننام بنقوم الليل مثلا اذا شوف يا كلام، يعني مثلا تصلي قبل العصر اذا كنت متعمدا انسان. طب اصبر عليها بس كده. إذا كنت متعمدا سحب عليك الحكم، إذا كنت مغلوبا نمت وغلبت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، يصحح لشواهده. اصبر علي بس كده. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا أخي اصبر، كلام الكثير اصبر. قلت لك إذا كنت مغلوبا على أمرك، ففي حديث يحسن بمجموع طرقه أن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، والرسول يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. النائم مرفوع عنه القلم. وياكم وياكم. أخته عندها 16 سنة وجسمها ضعيف، هي مخاطبة بالصيام،
إن استطاعت ألزمت، أما إذا كانت مريضة فعدته من الأيام الأخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. لا يعني عفوا، أنت أفطرت نتيجة المرض؟ عليك الإعادة. أفطرت إذا أفطر خلاص، بس اسكتي بقى خلاص. إذا أفطرت نتيجة المرض فالله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عليك الإعادة في أيام أخر. طيب لو خلصت يعني أنا نفس يوم الليلة ورجع بعدها، يعني لو ما استطعتش القضاء بالمرض نعم بعدين عادي؟ نعم أنا داخلة على يوم يعني الليلة ورجع كده، فلو ما استطعتش القضاء في الفترة اللي جاية دي ينفع بعد كده ولا ينفع؟ بعد ينفع، لا ينفع في أي وقت. الله سبحانه أباح فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لم يقيد بوقت. نعم. كنت أظن يسألني فخفت أن يفعل هذا. فقلت له أنه يفطر لأن الله قال في الحديث القدسي: يدع شهوته. لا، الشهوة شهوة الجماع وشهوة الإنزال. قبل امرأة أجنبية وصام صومه لا يفسد إلا إذا أنزل منيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ كيف حالكم؟ الحمد لله، بارك الله فيك. حضرتك بخير. وأنت طيب. البورصة يا شيخنا، يعني التعامل مع البورصة كيف يجوز ولا لا يجوز؟ أي أنواع البورصة؟ البورصة التي يعني يعرض إعلاناتها في التلفزيون اليومين دول، الشركات المصرية تعرض اسم البورصة سنة 250 جنيه وأكثر وأكثر. أنصحك بالبعد. لماذا؟ لماذا؟ لأنك لا تعرف الشركات السعر الحقيقي للسهم، وده شيء مشترك في كل في كل في كل الشركات. سمعت. يعني هم أعلنوا عن هذه الشركة أنها تساوي 100 مليون، من أدراني الناس 100 مليون؟ ممكن يطلعوا لها أسهم على أنها ب 300 مليون، لكن الحقيقة غير موجودة. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أبو شيخ. الحمد لله. بس أنا حابب سؤال يا شيخ عبد الله. اتفضل. أنا زوجتي كانت حامل، فقبل ما أعرف إن الموجود ذكر أو أنثى، كنت لها وقلت لو جه ذكر أسميه أحمد. تمام، فهل ينفع اغير الاسم؟ هو يعني اكتشفنا وطلع ان هو ذكر، هل ينفع ليه اغير الاسم ولا لازم اسمي الاسم اللي انا نويت عليه؟ انت كنت نذرت، كان نذرا ولا انا قلت لو عيدت ربنا لو جه وقت اسمي احمد. لا، عيدت ربنا وفي بالعهد، يعني ما غيرش الاسم. مش انت عيدت ربنا؟ وفي بالعهد. شكرا يا شيخ. سامعك. اسم احمد حلو جميل جدا، من احسن الاسماء. الله يبارك فيك، دعواتك يا شيخ. الله يبارك فيك. عايز تسميه ايه انت بعد بدل احمد؟ هو انا كنت هسمي مصعب. هو مصعب احسن ولا احمد؟ هتصعبها ليه بس؟ الله يغفر لك. ماشي يا شيخ، يعني احمد كويس؟ احمد طيب. سلام عليكم. هنسمي مصعب ليه؟ ما نسمي احمد اسم رسول. صح، اسم مصعب بن عمير هو مصعب بن الذي سماه أبوه، ليس الرسول الذي سماه مصعب، أبوه الذي سماه مصعب، أبوه كان كافرا. فاحنا مع الأسماء الطيبة، أسماء الأنبياء، أسماء المرسلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا اتفضل. حتى يصلي قبل ما يتسحر، يعني الامر ده بفعله من حوالي 10 سنين. عفوا ماذا تفعل؟
ايوه أكلت ساعة وذكر الناس الصلاة والمؤمنون الصلاة، فيقوم الإنسان للسحور يعني وهكذا يعني. طب ما تأذن الأذان الأول أفضل. نعم سيدنا، الأذان الأول أفضل. وسيدنا فضلتك عارف إن لا أستطيع أن أؤذن أذانين يعني ليس بيدي يعني، وأخشى على نفسي يعني من السؤال. طب وأنت بتقول الصلاة، من الصلاة فين؟ في الميكروفون يعني عشان الناس تقوم تستعد لصلاة الفجر ويتسحروا يعني في الأهرامات قبل الفجر يعني. يعني أنت عاجز، أنت عاجز على أن تؤذن الأذان الأول؟ اه ماشي ماشي، ومسموح تقول الصلاة ومن الصلاة. لا ما انا بس فضلتك يعني انا على كل ان على كل ان فضلتك هتقول لي ان هتقول لي هعمله يعني لا يعني مع الشرع هيصوم دار يعني ان شاء الله. ما هو حملتني مسؤولية الشرع، ما فيش في الشرع إلا الأذان الأول والأذان الثاني، إذا عجزت عن الثاني عن الأول أذن الثاني. المسألة الثانية بعد كده بعد هذا تكون مسألة اجتهادية منك، قد نصيب فيها وقد نخطئ بس. يعني أنا مخطئ في هذا الأمر يعني؟ لا لا أستطيع، لا أستطيع أن أقول مخطئ، أنت مجتهد في المسألة. السلام عليكم. زوجة زوجها لا يصوم متكاسل، هل تأثم؟ يا ليتها تفرق يا هيثم، والله ما هذه الأنواع من الناس يعني لا يصوم ولا يصلي، ما فائدة البقاء معهم؟ لقمة العيش الله سبحانه وتعالى يتولانا جميعا، وبدل الكباب كل فول مدمس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. افتح لك بالله يا شيخ تدعي لي انا وبناتي، بنتي ربنا ينجحها وبنتي الثانيه ربنا يجعل كرة عنها في الصلاة باذن الله. الله يوفقنا واياك وذريتنا وذريتك يا رب يا رب. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لا ما فيش مشكلة. هل يجوز في بداية رمضان أن ننوي صيام الشهر كله؟ أختار الجواز. نعم. حكم تحديد نوع الجنين لا بأس به. أبوه مات يوم 13 رمضان وكان مريض في فترة الأيام السابقة. ليس عليه ولا عليكم شيء، لأنه استمر به المرض حتى مات. أما إذا كان شوفي زمن إن يستطيع فيه القضاء ولم يقضي فصوموا عنه. الحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شيخ جزاك الله خيرا، أسألكم الدعاء للشفاء جزاك الله خيرا. الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك. نشعر في مقتبل العمر يعني أعاني من الله يعافينا ويعافيك يا رب. آمين بارك الله فيكم. الله يكرمك. أب يرفض زواج ابنته بحجة المتقدم ليس من أهل القرية، فما الحل؟ الحل يذكر بالله إذا كان المتقدم رجلا صالحا. وهي تذكر بالله أيضا كان من بلد بعيدة لا تشق على أهلها أيضا. السلام عليكم. نعم، كم بقي يا عبد الرحمن؟ تفضل. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل على الزكاة بالنسبة للمواشي، عقود المواشي اللي بالمشاركة مع الفلاحين. بتتم إزاي؟ يعني بشارك مثلا في ماشية مثلا بقر أو جاموس وبيبقى بالنص. أنا بدفع مبلغ وهو بيدفع مبلغ. إذا قلنا إذا أكل شيء.
اصبر خلاص ما ناخدش منها حاجه الا يا حبيبي، اصبر اخر النتائج اللي هي الايه؟ الفحله والعدس فقط. الحمد لله. يعني اطلع الزكاه على ايه بالظبط؟ طب اصبر، طيب خلصنا. ماشي يا شيخ، الله يسلمك ويبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه إذا بنينا على أنها ماشية فلا زكاة فيها، لأنها ليست بالسائمة، ليست بالسائمة، يعني هي معلوفة في البيت ولا ترعى من المراعي العامة مجانا، فالزكاة على السائمة. ولكن إن قل أدخلناها في عروض التجارة ستزكى زكاة عروض التجارة، بس من هذا الباب زكاة عروض التجارة، فكان مبلغها بلغ النصاب وحال عليه الحول زكيت ربع العشر، بس زكاة عروض التجارة. وإلا فإذا قلنا أنها زكاة ماشية ليس عليها زكاة، والأحوط لك أن تأخذ من الثاني، والله أعلم. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا لله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أسكننا الفردوس، الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أسكننا الفردوس مع من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم انا نسالك حبك حب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، وهيئ لنا اعمال الخير، واعطنا من كل خير سالك منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعزنا من كل شر استعاد بك منه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، وفك اسر اسيرهم، وفرج كرب مكروبين، واشف مريضهم، واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين، وأعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.